الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت مصادر مطلعة عن زيادة البنك المركزي كمية العملة المطبوعة منذ 4 أشهر، وتحديدا في شهر نيسان عام 2024، لتسجل خلال شهر تموز الماضي رقما وصف بالقياسي والذي وصل إلى 104 ملايين تريليون دينار. وتأتي هذه الطباعة المتسارعة للعملة بالتزامن مع أحاديث أزمة السيولة في العراق، حيث بلغت 6 تريليونات بغضون 5 أشهر، بالتزامن مع أحاديث دائرة حول وجود أزمة سيولة لدى وزارة المالية بالتزامن مع الإنفاق المستمر. قالت اللجنة المالية النيابية إن المصارف العربية والأجنبية استحوذت على مزاد العملة في العراق بسبب عدم أهلية المصارف العراقية. وأضافت اللجنة أن البنك المركزي في العراق فشل في الإدارة المالية وفي رفع تصنيف المصارف العراقية التي تحولت إلى دكاكين، مشيرا إلى أن حظر المصارف العراقية من مزاد الدولار تسبب بشح عرض الدولار في المصارف العربية والأجنبية وغير متوفر في المصارف العراقية. أعلنت الجمارك الإيرانية عن نمو الصادرات إلى العراق بنسبة 138% خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2024. وقال مشرف جمارك خوزستان بوهروز قرابيكي إنه تم إرسال 3,380,000 طن من البضائع بقيمة 1,038,616,000 دولار إلى العراق خلال 5 أشهر من العام الحالي، مضيفا أنه بلغ دخل جمارك خوزستان في الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام 79 مليار ريال إيراني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. بلغت استيرادات العراق من الرز التايلاندي أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي. ووفقا لموقع تريد ماب المتخصص في البيانات التجارية الدولية، استورد العراق 864 ألف طن من الرز التايلاندي في عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 413 مليون دولار، مشيرا إلى أن حصة العراق من واردات الرز التايلاندي بلغت 31%. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.